السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ونبدأ أول مكالمة من إقليم أرفود. معنا للا إكرام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا طيب، كده لك الحمد لله بنتي، بارك الله فيك. صحيحة الوليدات، كل شيء بخير؟ كل شيء بخير الحمد لله، ربنا نشكره. نشكرك بزاف أستاذ، كتفيدونا كتفيدونا كاملين، الله يخليكم لنا ويحفظ لكم صحتكم. بارك الله فيك يا بنتي. شكرا بزاف أستاذ. بغيت نسولك جوج ديال الأسئلة، الله يطول لي عمرك. يا مرحبا أستاذ. أنا دائما الأم ديالي كتقول لي ملي صلاة بالليل ما تقليش بالشفاعة والوتر، هي كاينة بصح إلا بغيت نصلي قيام الليل. نعم. خاصنا نصلي الشفاعة والوتر حتى نصلي قبل الفجر، واش هادي كاينة ولا ما كايناش؟ واخا بنتي، إيه بارك الله فيك بنتي إكرام، الله يحفظك ويرعاك ويبارك فيك، شكرا لك، أصلحك الله تعالى. وهنيئا لأمك اللي كتابع الحمد لله التربية ديالك والتوجيه لأحكام الصلاة. اللي كيقوم الليل هذا هو، هذه علامة من علامات الإيمان. لا تظن أيها الأحباب الكرام أن الذي يقوم الليل يقوم من تلقاء نفسه، وإنما الذي يوقدك هو الله جل جلاله. ربنا إذا أحبك أيقظك بالليل وأقامك بين يديه، إذا أحبك. أما إذا لم يأبه لك يقول لك سير تنعس، سير سير كمل نعسك، خليك نعس. ولكن إذا أحبك خلق الشوق في قلبك ثم أقامك بين يديه. فهنيئا لمن قام الليل. وحنا غنتعلموا قيام الليل في رمضان، لأن رمضان كيكون الأجواء مهيئة ومناسبة، كنتعلموا نديروا قيام الليل ولو بركاعات. علاش؟ باش إن شاء الله بعد أن يمضي رمضان تبقى فينا هاد الخصلة، نبقاو دائما نقوموا الليل. لهذا المشكل اللي طرحتي بنتي إكرام كيوقع فيه الجدل بين الكثير من الناس، واش كنقفل بالشفع والوتر الصلاة ولا نخليها حتى قبيل الفجر. هو بنتي لك الخياران، سواء أنك صليتي العشاء في وقت العشاء ودرتي التراويح ثم ختمتي بالشفع والوتر وسديتي، هذا حسن. وإلى أنك بغيت تخليه حتى مع الفجر وتصلي التراويح ديال الفجر وما قبل الفجر ثم تختمي بالشفع والوتر تقفلي به، لك ذلك. هذا كله جائز، ويجوز انك تصلين في 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 وسط الليل. مثلا ديروا صليتي العشاء وصليتي الشفع والوتر وسديتي الباب، يعني مع 9:30 ساليتي سديتي، جاتك الرغبه انك بغيت تصلي مع 12 مع الوحده مع الجوج، واش هذا الامر هذا جائز ام لا؟ جائز. لماذا؟ لان الباب بالليل لا يغلق أصلا، باب الصلاة بالليل هو مفتوح على طول لا يغلق، سواء صليت الشفع والوتر مع العشاء أو أخرتيهما إلى قبيل الفجر، كل جائز بإذن الله، الله يتقبل منك. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.